استقبل وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان مانوا بيتر، وتوجه الوزيران إلى حدائق القناطر الخيرية لافتتاح معرض زهور الربيع والذي تقيمه الوزارة. ويعد معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية من أقدم معارض الزهور في مصر، وتحرص وزارة الموارد المائية والري على إقامته في موعده خلال شهر مارس من كل عام. ويعتمد المعرض على زهرة بذرة السناريا التي تعد من البذور النادرة وتتميز بألوانها المتعددة والزاهية، وتحتاج لمجهود كبير في الزراعة والعناية.